بسم الله الرحمن الرحيم. البي 139 ده السوفت وير بتاع سوفت وير جديد مخصوص للبي سي 139، يعني اللي هو الفيرجن الجديد بتاعه 2016. ما بيشتغلش الا بيه الداتا مودلز للفيرجن اللي قبل كده مش موجود، فممكن كويك نت على طول زي ما بنعمل في اي في المايكوم. الملف عندي موجود، انا اتش 46 ده السيتنج بتاعي. وصلت الجهود للتيار زي ما انا شايف كده، تي اس 1 ديت الخاصة بالاف 1، اف 1 ده اللي هو البي مايكوم 139. بوصل هنا التيار على 2 و4 و6 و8 والفولتج على 10 و12 و18 و20، وبعدين برجع بحن الجهود والتيارات ديت. الميجرمنت عندي انا بختار عدد محدد من الميجرمنت، ما بعملش اد لكل حاجه. هنا لو عملت اد في كميه كبيره جدا من الحاجات اللي ممكن اعمل لها ريدنج يعني او ميجرمنت. وادوس على فول ديت بحيث ان هو يقرا بفتره مستمره، كل ثانيه بيقرا من الريلي، هو كده بيقرا من الريلي. لو انا حقنت جهود وطيارات هتظهر عندي هنا، واخد اقدر اخد اللي الميجرمنت. وطبقا للتست ريبورت اللي معايا هنا، اول حاجه بعد ما تشوف الفيرو جهاز الفيجوال انسبكشن يعني والتايتس بتاعته كله ورد متربطه كويس، تمام. بعد كده الميجرمنت فاليو تيست، بحن ربع امبير بشوف الناتج المفروض. لو انا عندي سي تي 800 على 1 بحن ربع بيديني 200 امبير، ده الاكسبكتد فاليو، تمام. فانا هحن دلوقتي واشوف الناتج هيطلع ايه. دي الميجرمنت بتاعتي، انا هحن 1 امبير والفولت هحن برضو 25%. في 25% اللي هي في السكندري، انا عندي السكندري 120 فولت، فيبقى ال 25% 17 32. كده دي 25% من الفولت، والتيار احن 25% اللي هو سي تي عندي 800 على 1، يبقى بمحن 25%، يبقى انا كده حقنت ربع القيمة اللي هي 200 امبير. كده انا القيم دي حقنتها عندي مظبوط، هو ده اللي طلع عندي 197. ده طبعا في نسبة ايرور 197، وهنا نفس الحكاية تقريبا كله زي بعضه. وبعدين الفولت، طبعا انا ما حطيتش اطراف الفولت، نركب كده اطراف الفولت. باشمهندس هتخلي الهيدر في السيستم ولا الفولتج الفيس تو جراوند 1.9 زي ما ظاهر في النتائج عندي كده، فيزا بي 1.9، فيز سي 1.9 كيلو اللي هي 25% من الفولت. طب الفيس تو فيس اي بي، اي بي عندي 3.4 من 10، كلهم 3.4 من 10 3.4 من 10 3.4 من 10 تمام. بعد كده هحقن القيم الثانيه اللي هي احقن 1 امبير بالكامل. شوف الطيارة طلع عندي كام؟ طلع عندي الفازة R 800، الفازة Y 7، 800 برضو، الفازة B 798، تمام؟ بعد كده بحن الجهود 50%، 50% اللي هي كام؟ 120 على جذر 3،
هاحين 34 و 64. بعدين تشوف القيم عادي هنا هنلاقيها 50% كام؟ بالنسبة للفيز R Y و B 3.9 والفيز تو فيز 6.8. طيب ولما احنا القيمة بالكامل اللي هي السكندري هيبقى الفيز الواحدة 69.28 اللي هي 120 على جذر 3، احنا الثلاث فازات في الفريجة 69.28 يديني 13.8 اللي هو جهد البار اللي عندي. اللي هو 7.9 زي الاكسبكتد فاليو اللي فيها بالظبط 7.9 و 13.8 وهي 7.9 وهنا 13.7 7.9 و 13.7 تمام. كده يكون خلصت الميجرمنت اللي عندي بكرنت وفولتش. طبعا حاطط الفولت هنا عشان الميجرمنت يقدر يقيس ال كمالتي ميتر، يعني يقيس الميجا وات والميجا بار والكيلو بار والميجا بار اور والحاجات اللي هي الكرنت والفولتج عشان يبقى شايفها على الفيدر. بعد كده نخش على اول حاجه الديفينيت تايم اوفر كرنت. طيب كده خلاص بعد ما الميجر خلصت نعمل البيك اب والدروب اوف للديفينيت تايم اوفر كرنت. فين الديفينيت تايم اوفر كرنت؟ خلاص الميجرمنت هنقفلها كده وندور على السوفت وير. لما بتفتح بيه يفتح تلات ايقونات رئيسيه، البارامتر هي هنا الديفايس اي دي، حاجه تعرف ريلي مالناش شغل فيها يعني زي الاوردر نمبر وكلام زي كده، او السوفت وير فيرجن او حاجات اللي هي الديفولت في الجهاز ماليش فيها. وهنا برضو اللوك دي مفيش فيها، فايوه الايقونه دي مش هنبص عليها اصلا. بعد كده الكونفيجريشن بارامتر دي بقى هي المهمه اللي بتقدر تعمل فيها يس ونو لاي فانكشن انت عايزها، او انت كمان من خلالها بتقدر تعمل للاوتبوت كونفيجريشن. يبقى من خلالها بتقدر تعمل للفانكشن انيبل زي مثلا الاي دي ام تي 1، الاي دي ام تي 1 اللي هو الانفرس تايم، والدي تي او سي اللي هو الديفينيت تايم، ده بتخليه يس او انيبل او اون او ويز. هنا كاتبها ويز وزود، هنا ويز وزود، عايز الفانكشن معاك بتعملها ويز، مش عايزها بتعملها وزود. يبقى دي كونفيجريشن، ومن خلالها برضو بتقدر تعمل الاوتبوت زي ما انت عايز. انا عندي الاوتبوت اللي فعال واللي شغال عليه دلوقتي واللي موصل عليه الكونتاكت بتاعي اللي هيفصل الفريجه موصله على اي دي ام تي تريب سيجنال. انا عايزه، لا انا عايزه اعمل بيك اب ودروب اوف للديفينيت تايم، فاروح مختار الديفينيت تايم، اجي هنا دي تي او سي اللي هي دي اللي هي دي، بس اجي على الايقونه بتاعتي اللي هي الستارت بتاع، او خليني في التريب افضل لان انا اقدر اعمل التايم بزيرو، فيبقى التايم بتاع الدي تي او سي دوت. بس ده اللبس ده انا عايز تريب تي اي تريب سيجنال، تريب سيجنال تي اي هي ديت. طبعا ممكن تشيل دي من هنا ريموف وتروح تعمل كونفيجر للتريب سيجنال من الدي تي او سي ديفينيت تايم اوفر كارنت كونفيجر. خلاص كده الكونتاكت بتاعي بقى كونفيجر لايه؟ للفانكشن دي اللي هي دي تي او سي تريب. طبعا لما تبقى تغير حاجه بتبقى بالاحمر كده لازم تسيفها من هنا، وبعدين تبعت افضل ارسال من الريلي الرئيسي كليك يمين وتبعت، او من المين منيو اللي هنا تبعت كليك يمين، او حتى من الفانكشن نفسها دي اللي احنا غيرناها كليك يمين وتبعت. بالترتيب كده الافضل الريلي كله على بعضه، وبعدين القائمه الرئيسيه تبعتها على بعضها، او انك انت تبعت اللي انت غيرته بس، وده لا يفضل. يعني يفضل تبعت القائمه الكامله، يمكن انت تغير تغيير بسيط ما حدش ياخد باله منه او كده يعني، ما تبعتوش يعني. فدي كده الاوتبوت، انا خلاص ظبطت الاوتبوت بتاعي. احنا عارفين الاوفر كرنت عباره عن قيمه واوتبوت بيتظبط، خلاص ظبطت الاوتبوت كده على اللي انا عايزه. وبعدين بترجع على خلاص كده عملت كونفيجر الدي تي او سي، عملت ويز
وعملت الاي دي ام تي برضه عشان هحتاجها عملتها ويز خلاص. لو انت عايز بقى اي دي ام 2 مرحله تانية مع مثلا او سويتش اون تو فولت او ترو كلوزر, او لو عايز نيجاتيف سيكونس ولا اوفر اندر فولتج ولا فريكوانسي ولا باور ولا سي بي اف, عايزين سي بي اف خليناه ويز تمام. بقى من هنا كونفيجر للفانكشن وللاوتبوت وللانبوت وللليد انديكيشن. اوكي خلاص, يبقى دي تاني قائمه من البارامتر, اول قائمه ما لناش استخدام فيها, تاني قائمه كونفيجر. طيب تالت قائمه, تالت قائمه اللي هنا اللي هي طبعا بتخرج لي مجموعه من القوائم. اول واحده فيهم الجلوبال دي حاجات عن البي سي برضه ما لناش استخدام فيها. الاوتبوت هنا ريليز بلوك. بعد كده هنا الديفايس اونلاين تعمله يس اون, وبتحط السي تي ريشيو والفي تي ريشيو هنا في المين. دي اهم حاجه في القائمه بتاع الجلوبال دي, انك تحط هنا السي تي بتاعها 800 خلاص تحطه 800 هنا, السي تي البرايمري بتاعتك والفي تي البرايمري, ولو عندك على النيوترال في تي والسكندري بتاعك, ولو عندك سكندري على النيوترال وهكذا. بس هي دي الحاجات اللي بتحتاجها هنا. بعدين طبعا لازم تحط ريشيو كويس عشان لما تحن, من اهم القوائم حتى تقدر تكتب عليها هنا, ان هي السي تي والفي تي ريشيو في اليوزر نوت هنا عشان ايه, ايه كتبت في اليوزر نوت عشان تقدر تسترجعها بسهوله يعني. طيب وبعدين بي دبل اس دي ما اشتغلتش عليها, ما اعرفش بتاعت ايه ولا ديت برضو هنا ما استخدمتش القائمه دي خالص. جنرال فانكشن بقى, يبقى كده جلوبال اخترنا هنا سي تي والفي تي. هنا بقى الجنرال فانكشن انيبل, عندنا بقى الحاجات اللي انا اخترتها وعملت لها انيبل فوق الخمس قائم, ان سيستم انيبل يس اور نو, و ده الادرس بتاع العنوان بتاع المكان ده. وبعد كده الديفن تايم بعمله يس او نو من هنا تاني, يعني يعتبر انت كده بتعمله كونفيجر تاني. الحاجات اللي فوق بتاكد علينا انك بتعملها يس ونو من الجنرال فانكشن من هنا, والدي اي دي ام تي والسي بي اف. هنا بقى السي بي اف كله على بعضه, مش مديهولك يس او نو بس, ده مديهولك كل القيم بتاعته. واللوجيك ده اللي هو بيعمل منه التريب سيركت سوبرفيجن, عاملها من الجهاز نفسه. طيب البارامتر بقى سيت 1 دي بقى البارامتر شالك منها السي بي اف, السي بي اف مع الجنرال فانكشن. طيب وتحت البارامتر سب سيت 1 او سب سيت 2 انت بتعمل بقى من البارامتر سب سيت 1 او سب سيت 2 انك انت تقدر تستخدم الفانكشن مره واثنين وثلاثه. فانا محتاجها مره واحده بس من هنا. القيمتين الاولانيتين دول ما لقاش استخدام فيهم, انا عايز الديفينيت تايم والاي دي ام تي. الديفينيت تايم تعمله يس, تاكد ان هو يس, وبعدين تيجي على الاي اكبر ديت وتشيل البلوك من عليها من هنا. والسيتنج بتاعها نص, خليها نص. اوكي حط التايم بزيرو, هو اقل حاجه 5 من 100 سكند يعني 50 مللي. طبعا تراعي وانت بتعمل بيك اب ال 50 مللي دول, وتبعت القائمه ديت خلاص. هو شايف الفانكشن دي بس. نبتدي نحن ونشوف هيعمل. نحن على الفازا ار دي ليلي والبلو, وهنا دول اطراف اللي بتفصل الحق من الاوتبوت اللي انا عملت له كونفيجر. بزود, انا عامل ال 5 من 10 وهفضل ازود لغايه ما يقفل الحق. انا عامل السيتنج بتاع اي اكبر من تمام كده, فصل عن 502 يسجل القيمه ديت. طيب وعايز عشان اعمل الدروب اوف لازم اشيل ديت واعملها هنا, هيظهر لي الستار هنا من غير ما اوقف الحق كده.
فبعمل ارجع تاني كده الكرنت لغايه ما يعمل دروب اوف او يشيل الستار ديت. تمام كده واكتب القيمه ديت 474. للدروب اوف. بعدين اعمل قيم الواي والبي كده. بعد ما خلصت الار والواي والبي هبتدي اعمل عند 1 امبير سيتنج عشان يشوف عند قيم مختلفه بيتاثر ويشتغل صح ولا لا. هنبتدي نغير السيتنج هنا، بدل ما هي النص هيبقى عند 1. تمام سيف. زي ما قلنا ممكن نبعت من هنا ونجرب ونشوف. انا غيرت القيمه دي، نبتدي نحن ونشوف. انا اخر حاجه عملتها البلو هي اللي اختبر عليها. المفروض ان العلامه دي تبقى ستار دلوقتي لما القيمه دي توصل لواحد. مظبوط كده، دي قيمة البيك اب بتاعتي 1.0 1.0 11. قيمة الدروب اوف بقلل القيمة دي لغاية ما الستار تروح 9.60 9.60. بعمل انا طبعا عملتها البلو خطأ، المفروض القيمة دي هنا، فانا هخلص اليلو كده. خلصت جدول البيك اب والدروب اوف بتاع التيار. هنعمل التايم، نظبط التايم. طبعا التايم هنا على اخره 50 ملي سكند، انا هظبطه على اول قيمة اللي هي حسب السيتنج اللي عندي 3 ثواني. لو بتشتغل وما اشتغلش معاك ابعت من القائمة الرأسية، ما تشكش في اي وايرات ولا في اي حاجة. طبعا انا هحقن ضعف القيمة، هو هنا هيثبت بقى السيتنج، هنثبته على 1. يبقى انا مثلا ممكن احقن ثبته على نص، مرة على نص ومرة على 1. تمام خلينا على 1 الاول او على نص عشان هو عمل مع النص مع التايم اللي هو 3. النص هحقن انا الضعف عشان تطلع القيمة مظبوطة. طبعا عشان يفصل الحق لازم احطه في المكان ده. تلاتة بوينت زيرو تو دي في زيلو، تلاتة بوينت زيرو تو والفيزا ار. تسلم حبيبي، جزاك الله خير. 3.02 برضو والفيزا بلو. تلاتة بوينت زيرو تو سكند. بعد كده هخلي الكرنت على 1 واخلي الثواني ديت عايزها ثانية واحدة. بعدين بسيف، بما اني غيرت كذا قيمة هبعت من القائمة الرئيسية من هنا ديت، خليتها 1 ثانية هنا، 1 ثانية بدل ما كانت 3، ودي 1 امبير بدل ما كانت نص. طبعا 1 امبير يبقى انا احنا 2 امبير. فزرت وصل فينا 1.02 سكن. ماشي يا ريس. اليلو 1.02، البلو 1.02. كده خلصنا التايم الاوفر كرنت.
والتايم بتاعه. بعد الاوفر كرنت هنختبر دلوقتي الارث فولت بتاع الديفينيت تايم. فبنختاره من هنا اللي هو الادرس 41.021 ده. ده تريب سيجنال تي اي ان، بتدوس على كونفيجر هو موجود هنا اوكي، بعدين سيف تبعته من هنا، وبعدين ده كونفيجريشن للاوتبوت. تروح جاي على الفانكشن نفسها بقى. طبعا هنا الاوفر كارنت مش عايزه يشتغل، فممكن تعمل له بلوك عشان تبقى ضامن ان الاوفر كارنت مش هيشتغل اصلا معاك. تيجي على الاي ان، الاي ان هنا الاي ان هو ده، انا عملته 0.5 تمام، والتي اي ان اللي هو ده معمول باقل قيمه اللي هو 0.5 اقل قيمه، احنا عايزينها 0 عشان نعمل بيك اب. بعدين لما نيجي نختبر التايم يبقى نحط قيمه الزمن اللي احنا عايزينه هنا. ده تي اي ان اللي هو الفيرست ستيج للايرث فولت. في طبعا سكند ستيج وفي ثيرد ستيج وفي فورس، حتى هو عمل 4 اهو. هبعت بقى من القائمه الرئيسيه بما ان انا غيرت قيمتين، قيمة التيار بتاع الاي ايرس والتايم كلوز، ونبتدي نحن ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا قيمة الاي ان 0.5 ايت، والزمن بتاعها اللي هو 0.05. هنشوف دلوقتي هو احنا بنحن بالفريجة هنحن الفازة R أو Y أو B، لأن ده نيوترال أي واحدة فيهم بتكفي يعني تمام. فهنحط مثلا هي على البلو، هنسيبها على البلو. طبعا لما حقنت 2 أمبير فصل على طول. تعال نقلل ونشوفه بيعمل على البيك اب عند كام. أنا متوقع عند 0.5 فهخليه كده وأرفع، خليه أحسن يعمل ستار ما يعملش تريب كده من هنا يعني، يعمل ستار هنا. عمل ستار عند 501، حط القيمة بتاع البيك اب. نشوف الدروب اوف. فور سيفن فور. بعدين هنا بعد ما خلصنا القيمة البيك اب والدروب اوف هنبتدي ناخد عند السيتنج 1 امبير. طبعا هي قيم عالية جدا، الارث فولت هو بيجي 2 من 10 ولا حاجة زي كده، بس دي اختبارات اكسبتنس تيست. فقيمة التيار هنا اخليها 1 امبير. سيف سنت. بعدين ارفع لغاية ما يعمل ستار. طبعا انا عارف ان هو عند 1 فهرفع، ومن عند 95 كده ولا حاجة ابتدي ارفع بالراحة. اشتغل على طول عند 1.001. طيب والدروب اوف، عمل الستار اهي والدروب اوف. ايوه كده، يبقى هنا 1.001 ودروب اوف كانت 948 تمام. ده كده الارث فولت في الديفينيت تايم. بعدين خلاص كده انا خلصت الجزئيه ديت، برجع اروح اعمل الاي دي ام تي اللي هو الكونفيجريشن. برجع في الكونفيجريشن تاني كده، اي حاجه عايز تعملها كونفيجر من ايقونه الكونفيجريشن في البارامتر الاوتبوت خش عليها، والاوتبوت بتاعك اللي انت بتستخدمه 904 عندنا بقى استخدم فيه ال اي دي ام تي المره دي بقى. او ده الاي دي ام تي، بس عايز انا استخدم اول حاجه
الاوفر كارنت يعني اللي هو البي، هو مديلها رمز بي اللي هو الفيز يعني، اللي هي دي ستارت. انا عايز تريب، تريب سيجنال بالفيز اهو ده، تريب سيجنال تي اي ار ريفرنس فيز اكبر من يعني اوفر كارنت. بشيل الكونفيجريشن القديمه من ريموف واحط الكونفيجريشن بتاعتي الجديده واعمل اوكي. وبكده الاوت بوت ده مش هيشتغل غير مع الفانكشن بتاعتي. طبعا سيف وسنت. بعدين تيجي على الايقونه بتاعت الاي دي ام تي وتشوف القيم بتاعتك. هنا الاي ريفرنس فيز اللي هو ده، هو حاطه هنا في السيتنج في التست ريبورت بنص هنا، ومستخدم الكيرف اس اي وفي اي واي اي اي، والانجكتد كارنت هيبقى دبل قيمه السيت كارنت، ودي الاكسبكتد فاليو ما بين كذا وكذا، نسبه الايرور بوزيتيف او نيجاتيف 5% ديفيجن من مانوال. وهنبتدي نشوف الاوبريتنج تايم كام زي ما هو متوقع ولا لا، ده الاكسبكتد تايم بتاعي. تمام، هنا حاطط الفاكتور بواحد فعلا، هو طلب الفاكتور هنا في التست ريبورت بواحد. الكيرف بتاعي الاول كيرف عندي اللي هو الاس اي اللي هو السنسيت ستاندرد انفيرس، بسيف وبعد بعدين انا حاطط نص، فهبتدي احط ضعف القيمه بتاع التيار. نبتدي بالفازا ار نشوف. المفروض دي تتحط هنا فعلا، هشتغل عند 10 ثواني و9 من 10. نشوف الاكسبكتد، اكسبكتد من 9 ل 10 ونص، من 9 ونص ل 10 ونص ثانية. فهبتدي احطها على الفازا ار كام؟ من 10 0 9. تمام، وبعدين الواي بحقن عشرة واتناشر، وبعدين البي بعدين بغير الكيرف هنا. الستاندرد بتاعي التاني اسمه فيري انفيرس، هو ده اللي هو موجود في التست ريبورت بتاعي اللي هو ده فيري انفيرس، فيري انفيرس ده. لو انا حقنت ضعف قيمة التيار السيتنج كارنت وكان عندي الملتبليكيشن فاكتور بواحد، هيديني 12 لغاية 14. نحن ونشوف فيري انفيرس هو ده. اداني 13.6 ثانية. نحن ده على الفيزا بلو، هنحن يلو. تلتاشر وستة وستين نحن على الريد. طبعا بعدين بنغير الكيرف الاكستريملي
انفرس وبعدين سنت وهكذا. اي كيرف عندك تقدر تعمله في فايل لو اشتغلت بيها هيريحك تعمل اي كيرف لو اي حد طلب منك انك تنفذ الكيرف ده او حبيت انت تختبر بيه. اعتقد ان هو هنا ايوه مهندس حبيبنا اسمه مهندس عبد المنعم هو اللي اداهولي. انا عملت فيه شويه تعديلات بسيطه كده اللي هو ايه تقدر تحط الايرور دوت و5% يعني القيمه طبقا للمعادله ديت بيختلف كل كيرف عن الثاني بقيمه الكي والالفا والال من الفايل ده تقدر تطبق المعادله ديت. فانا عملتها باكسل شيت عشان تبقى سهله لو حطيت قيمه الحقن اي حاجه وقيمه السيتنج وقيمه التي ام اس او الفاكتور هو مسميه كي مش كي مش تي ام اس وبس وساعتها يديك النتائج دايركت على طول بنسبه الخطا بتاعتها. في الفانكشن بتاع البريكر فيل المفروض ان احنا عملنا لها كونفيجريشن يس من البدايه خالص من الكونفيجريشن اللي هي هنا ديت سي بي اف نعملها ويز. طبعا الكلام ده منين؟ من الكونفيجريشن ده كده اول بارامتر عندي اول منيو قائمه عندي الكونفيجريشن تعمل لها الاول يس من هنا سيركت بريكر فيل في البي 139 من هنا تعملها ويز اوكي هي كانت ويز اوت تعملها انت ويز بعدين خلاص تعمل اوتبوت كونفيجريشن تعمل الاوتبوت بتاعك اللي انا بشتغل بيه بتختار الادرس 38220 ده اللي هو تريب كوماند تي 1 اوكي كده ده الاوتبوت عملت له كونفيجر والفانكشن نفسها عملت لها انيبل. لو نزلت تحت بقى هي دي لو نزلت تحت بقى على الفانكشن بارامتر يبقى انت اشتغلت في الفانكشن كونفيجريشن بارامتر هتشتغل في الفانكشن بارامتر هما الايقونتين دول بس. هتنزل على الجنرال فانكشن السي بي اف فانكشن تاكد ان هي يس وتروح عامل الاكسترنال انيشيشن للبريكر فيل. احنا عارفين البريكر فيل بيشتغل بلازم انيشيشن الانيشيشن بتاعه يا اما اكسترنال يا اما انترنال. احنا هنختبره هنا انترنال هنفتح اللي هي السي بي اكزيلري ده تريب هنختار كونفيجريشن لبعض الوظائف اللي تعمل انيشيشن للبريكر فيل. انا اخترت الوظائف اللي هي انيبل عندي الديفينيت تايم اوفر كارنت ديفينيت تايم اوفر كارنت ستيج 2 والايرث فولت وايرث فولت ستيج 2 والفيز اي دي ام تي اللي هو الانفرس تايم والايرث فولت في الانفرس تايم اوكي. الحاجات دي اللي هتعمل انيشيشن للبريكر فيل. بعد كده بتروح جاي باعت الريلي كله عشان انت غيرت في اماكن كتير تبعت بقى البارامتر من هنا وتبعت كله الريلي افضل تريح دماغك عشان ما تتعبش وتقول في حاجه اتبعتت او لا. سنت دلوقتي لما عملت كونفيجر بنزل هنا واعمل السي بي اف يس والكلام اللي احنا قلنا عليه واختار هنا الفانكشن اللي انا اخترتها اللي هي ديت وبعدين الاي اقل من بتاعت البريكر فيل دي اللي هيشتغل عندها البريكر فيل 8 من 10 ده الفاينل سيتنج بتاعي. هو بيحط الاي ارس زيه وبعدين التايم تي 1 15 150 ملي سكند وعامل التايم تي 2 بلوك هو عايز تايم واحد بس تمام في السكيم بتاعنا تايم تي واحد بس. طيب وبعد كده المينيمم دوريشن الكوماند للتي واحد 25 سكند 25 من 100 سكند المينيمم دوريشن للتي واحد الحاجات دي ديفولت انا ما غيرتش فيها حاجه. طيب لو اقدر اقللها اشوف فيها تاثيرها ايه ممكن تكون فيها تاثير. طيب بعد كده لما اجي اختبر خلاص كده انا عملت كونفيجريشن للاوتبوت مع السي بي اف تريب والانيشيشن هيحصل طبقا للحاجات دي لو اي فانكشن من دول اشتغل. فانا عامل الايرث فولت بقيمه قليله للتيار بحيث ان هو لو حصل ايرث فولت ادي الايرث فولت بتاعي ب 4 من 10 ولا بكام؟ الايرث فولت اهوت ده ب 4 من 10. طب انا عارف ان السي بي اف كارنت بتاعه 8 من 10 ف 4 من 10 مش هتعمل حاجه لكن لو وصلت للتيار اللي هو 8 من 10 ده
و بزود بقى الكرنت لغايه ما يفصل. بزود التيار فصل عند بوينت 8.98. طيب لو انا عايز اعرف التايم وبزود ال بعمل دبل قيمة، دبل قيمة التيار، لو انا حقن 8.10 حقن مثلا 1.2 اي حاجة، ادتني 1.1 سكند. طبعا ده غلط، المفروض تديني زمن اللي زمن البريكر فيل اللي هو 150 ملي سكند اللي هو ده. فهرجع الفانكشن بتاعتي واشوف زمنها، لان هو ما بيشتغلش، انا عامل كونفيجر مع التايم، مع التايم تي اي اكبر، تي اي اكبر دبل اكبر، وتي اي ان اكبر، وهكذا عامله مع تي مع التايم، يعني بعد التايم يخلص يبتدي يعد التايم بتاعه. فهاجي هنا اشيل الايه، اشيل التايم اللي عندي واخليه زيرو، هو هنا الواحد، هي دي الواحد اللي بتظهر عندي، فانا هخليها زيرو كده، وبعدها يوم يفصل عند قيمه السيتنج بتاعي، يبقى هو هيعدي التايم بتاع الايرث فولت مثلا زيرو، يروح جاي معدي الزيرو دوت ويبتدي يعد ايه، يبتدي يعد ال 150 ملي سكند بتاعته. هنشوف كده، اه كده فصل على طول مع حقنت، واداني 140 174 من اللي هي من 150 ملي سكند، يبقوا كام؟ حوالي 24 ملي سكند، اللي هو زمن الكونتاكت بيقفل. بس 150 من 174 يعني اكسبت وخلاص على كده. كده ده اختبار البريكر فيل. نعم، ده اه دي لما كانت اللي هي الديوريشن تريب كوماند، ده اللي هو الـ اقل حاجه الكونتاكت يقفل على عندها، اللي هي يعني الكونتاكت لازم يقفل في تايم، هو ده اقل تايم. فالتايم ده بلس التايم اللي فوق ده هو الزمن اللي طلع عندي. وكده يبقى الاختبار بتاع السي بي اف خلص، وممكن تعمله اكسترنال انيشيشن حسب ما انت عايز، تختار من هنا اكسترنال انيشيشن للبريكر فيل. وبكده يبقى الاختبار خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاختبار الباينري انبوت، انت روح على البارامتر اللي تحت الاول، بعدين ميجرمنت داتا كيمين فيز ستيت سيجنال انبوت، خش فيها لتحت لان يمين الاوتبوت لتحت الستيت، هي دي. انا حاطط دلوقتي البوزيتيف والنيجاتيف او هركبه على الاوتبوت اللي اسمه 809. تمام، اعمل الجمبر على هاي كده، عمل هاي تمام كده. هو ده الانبوت اللي اختبرناه، والكلمه بتاعته موجوده هنا كده، هو الانبوت اللي هو 809. ركبنا بس بوزيتيف هنا ونيجاتيف هنا، النيجاتيف جاي مباشر، انا بس عملت جامبر على مكان الكونتاكت ده على نقطتين بتاع 1 و2 زي اي باينري انبوت في اي ريلي. كل دي باينري انبوت بنختبرها واحده واحده الطريقه بس كده.